بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدي الأعزاء متابعينا الكرام في كل مكان، هكذا ننطلق مشاهدي الأعزاء مع شوطنا الثاني والأول الخاص هنا بالمهجنات الأصايل لسن اللقاية، سن المفاجآت، سن المتعة والإثارة التي لا حدود لها أبدا من خلال تواصل هذه الشعارات وهذه الأسماء الحاضرة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار. هنا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط للمهجنات الأصايل، نبدأ مع مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى. متابعين الكرام يأتي هنا شعار راشد بن خليفة بالمرة النيادي يقدم لنا هنا أيضا، متابعين الكرام يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع مع الصدارة الأولى مع المركز الأول والقيادة الأولى من خلال هذا التواصل، بينما المركز الثاني إذن الدخول على ثاني الأسماء متابعين الكرام والقادمة في هذه اللحظات والمتواصلة راهي عبد الله بن سالم بطويرش العفاري، بينما هنا التواصل على ثالث الأسماء ياتي شعار بالرملي يقدم لنا أيضا شعار وانطلاقة هنا نويع السهيل بالرملي بن محمد العامري، بينما هنا التواصل والدخول والانضمام في هذه اللحظات متابعينا الكرام من شواهين حمد بسليب بدودة العامري، بينما هنا التواصل والقدوم مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. هناك أيضا مشعار محسن بشرقي بسعيد بمراش العفاري يقدم لنا أيضا هنا متابعين الكرام، يقدم لنا أيضا خيال في هذا المسار وهذا الاندفاع، بينما هنا الوصول والقدوم مشاهدين الأعزاء من أشواق سالم بكراو بن عيضة العامري يتواصل في هذه اللحظات، يقدم لنا انطلاقاته وتحدياته ومنافسات على سادس الأسماء، بينما سابع الأسماء هنا الوصول والقدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهدين الأعزاء. أيضا مشعار سعيد بن حمد بن هادي بن عامر الأحبابي يقدم لنا مملكة في هذا المسار، بينما هناك الدخول على ثامن الأسماء والقادمة في هذه اللحظات المتواصلة. هناك بشعار منصور بعلي بن سالم العامري يقدم لنا أيضا شعاره ويقدم لنا مخيلة في هذا المسار، ناخذ المركز التاسع. هناك القدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهدين الأعزاء. أيضا متابعين الكرام يتواصل شعار بن طرشوم يقدم لنا همس، عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري يتواصل في هذه اللحظات مع همس على تاسع الأسماء، بينما عاشر الأسماء هناك الدخول من عرايف ومبارك بن هلال بن حمد بن محسن المحرمي يتواصل في هذه اللحظات بشعاره وانطلاقاته وتحدياته. لنا عودة إلى مقدمة هذا الشوط بعدما أكملنا نداؤنا للعشرة الأسماء المتقدمة الأولى، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى الصدارة الأولى مع شوط المهجنات الذي لا يقل أهمية عن شوط المحليات. يأتي هنا على الصدارة الأولى شعار بالدودة يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع مع شواهين وحمد بن سليم بالدودة
حدود بن سليم العامري بينما هنا الدخول في هذه اللحظات ايضا من جيوان وراشد بن خليفه بالمره النيادي يقدم لنا جيوان على ثاني الاسماء من خلال هذه الانطلاقه وهذا الاندفاع بينما هنا الوصول القدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهدينا الاعزاء ايضا من مخيله منصور بن علي بن سالم العامري يتواصل راعي الرقود يقدم لنا هذا المجهود الكبير من خلال تواصل شعاره وانطلاقه هذا الاسم بينما هناك الدخول في هذه اللحظات من مملكه وسعيد بن حمد بن هادي بن عامر الاحبابي يقدم مملكه بينما بن طرشوم قادم في هذه اللحظات يحرك ايضا هنا يحرك همس بدا يهمس ايضا لهمس ياتي بهذا الاندفاع عبد الله بن صالح بن طرشوم العامري بينما بن كرامه قادما في هذا المسار وهذا الاندفاع مشاهدين الاعزاء ايضا هنا من خلال تحديات هذا الشعار مع خامس الاسماء سالم بكرا بن عيض العامري بينما هناك ايضا متابعين الكرام ياتي في هذه اللحظات مع احتيال محسن بن الشرقي بن سعيد بن مراش ال عفاري يقدم لنا احتيال هنا من خلال هذا المسار فمن لديه حيله فليحتال فمن لديه حيله فليتقدم من خلال هذا المسار يصل شعار بالدليلة في هذه اللحظات يقدم سيطرة مسلم بسهيل بالدليلة العامري من قدم لنا مقادرة مع الشوط الأول للمحليات يقدم سيطرة في شوط المهجنات بينما هناك الدخول الوصول في هذه اللحظات من عرايف تصل في هذه اللحظات يقدم عرايف مبارك بن هلال بن حمد بن محمد المحرمي بينما هناك الدخول التواصل في هذه اللحظات ياتي عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري يتقدم مع مياسه يصل مع مياسه العود يقدم لنا مياسه في هذا المسار عبد الله بن محمد بن سهيل بن هدفه بدا يستهدف الصداره ولكن ارى قدوم ارى قاره جديده هنا من شعار بالرملي ياتي في هذه اللحظات يقدم لنا النويع سهيل بن رملي بن محمد العامري ولكن عودة مع الصدارة مع اللي راح وانطلقا هناك ما شاء الله تبارك الرحمن انطلاقات تحديات منافسات هنا وتشويق من خلال هذه الانطلاقات والاندفاعات مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام شعار راعي الرقود ياتي مقدما لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع مشاهدي الاعزاء يقدم لنا مخيله منصور بن علي بن سالم العامري هنا ايضا سيطره قادمه سهيل بدليله العامري هنا مسلم بسهيل بدليله العامري ولكن هنا مخيله ما فيك حيله يا منصور بن علي بن سالم العامري ما شاء الله ياتي مع مخيله سلام راع الرقود سلام يا زاخر سلام تهانينا لمنصور بن علي بن سالم العامري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني سيطرة لمسلم بسهيل بدليل العامري ثلاث الأسماء المركز الثالث وصل الشعار سالم بكرامة بن عيضة العامري من قدم لنا أشواق سالم بكرامة بن عيضة العامري إذن تهانينا والناموس لراعي الرقود من قدم لنا مخيلة منصور بن علي بن سالم العامري توقيتها الزمني كان أيضا متابعي الكرام 7 دقائق 52 ثانية 92 جزء من الثانية تهانينا والناموس